علي، كلمنا بقى عن اهلك واسرتك، لما اكيد كانوا عارفين اليسيا من الاول، سامعين عنها طبعا، العيله كلها اهلاويه اكيد، يعني أبا عن جد. بس هو ده. فطبعا هم كانوا كده كده، هم انت رايح تقول لهم انا عايزه اتقدم لواحده اوريدي، هم خلاص بيحبوها، وانت عديت كده شوط كبير. فكلمنا بقى لما قلت لهم الاسم وقلت لهم هي مين، مين كان فرحان اكتر عندك في البيت؟ والله العيلة كلها يعني بيحبوها جدا من قبل ما يعرفوها، وكان بالنسبة لهم اللي هو أو خضعت لكشف الحالة بتاع الحما أو ولا لا، ده بالعكس، ده خدت ده أنا جرين كارد؟ أمي شالتها من على الأرض شيل على طول، يعني ده أمي حبيتها جدا من أول ثانية. و يعني والدي من الناس الاهلاويه جدا، اهلاويه جدا من واحنا صغيرين، يعني جدا انا والدي جدا جدا. اهلاوي دي كلمه. انزل بالصوره عشان انا عايز اوري الناس علي هو مع كابتن خطيب. جميله الصوره دي قوي قوي. الله، ده كان شفت كان حلو ازاي ابننا. وطبعا شرف ليا يعني ان اتصورت مع كابتن محمود الخطيب وانا طفل، يعني ده بتهيألي الصورة زي دي تدل على مدى حبي للنادي الأهلي، وإن عيلة كلها أهلاوية أباً عن جداً. يعني كان أنا عارف إنه يعني في، مش عايز أقول تعصب، بس في حب وانتماء للأهلي شديد جداً في البيت عندك، طبعاً العيلة والأسرة والوالد بالذات. طبعاً لا، أنا والدي يعني كان في فترة الدكتور قال لوالدي انت لازم تبطل، كوره لازم تبطل، والدي جاله القلب، يعني كان يعني قلبه تعب بسبب بابايا. لما الاهلي يجيب جون والاهلي لما يكسب يبقى يعني بينزل يوزع فلوس في الشارع، يعني لما لو لا قدر الله الاهلي النتيجة ما جاتش احسن حاجة، ان شاء الله يا رب ما تحصلش ابدا. نكد يعني بقى بيبقى ودي قليلة، مرات قليلة يعني. الحمد وانا صغير لله ما كنتش بروح البيت يعني غير لما بابايا ينام، يعني لك ان تتخيل يعني. طب هسألك بقى نفس السؤال، لما رحتي للحاج ميشيل وقلتي له انا جدا بس هو لازم ياخد اللقب يعني خلاص، وقلتي له في واحد شاب جميل ناجح مصري عايز يتقدم او عايز يتعرف عليك حتى في البدايه، رد فعله ايه؟ لان خلي بالك برضو الموضوع مش سهل، ان هي ممكن في اي وقت هو يسافر، العيله ترجع وانت تفضلي هنا، فايه اللي حصل او علي بقى؟ روح هناك. لا صعبه دي. هي مش هتروح هناك اصلا. بص اهو هنا خلاص، هنا خلاص. فقال لك ايه بقى؟ ودي دي قولي قولي عادي، قولي حقيقه عادي، احنا في بيتك قمه الاهلي. It's gonna be in English. It's fine. Yalla, it's fine. Yalla. Okay. To be honest, he loved him right away. Ali, he loved him right away. But the idea that you're getting married to an Egyptian man, was it okay? Yeah, sure. It's fine. He sees me happy. كان يحب مجرد ان رأني سعيده، هو يحترمني، هو لطيف معي، هو لديه قلب كبير، يحب عائلتي وعائلتي تحبه، هذا هو اهم شيء. Good values, good morals. لديه في مشتركه حاجات مشتركه رايحه جايه كده كتير بين ايطاليا ومصر. It's not that far, we understand each other. لم نكن بعيدين عن بعضنا. And he knows how much you love Egypt, so he was fine that you're going to stay here maybe one day if they get back to the country, Italy or Belgium. لا لا بابا. He will stay here even after. طب this is very nice by the way. انت عايزه تسفريها ليه؟ لا I'm just saying. والله ما عايزه، بالعكس. والله عايزني برا. لا 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 I'm saying your dad if one day he is getting back or he's traveling back. بعد 1000 شهر. بس عايز اقول لك انه الحاج ميشيل، الحاج ميشيل خلاص يعني نادر جدا انه برضه يحصل الحب ده بين الجمهور وبين المدرب، يعني ميشيل بقى واحد من الناس اللي بنحسهم منا، يعني فاهم قصدي؟ لا انا عايز اقول لك، انا لما رحت اتكلمت مع ميشيل ودخلنا بقى خلاص وير فاميلي، يعني بقينا عيله واحده، وقابلت جد اليسيا وسافرت لهم بلجيكا وسافرت للعيله، مفيش بقى مهر وشبكه وقايمه وجو ده. بلاش نخش بقى في التفاصيل دي، بلاش نخش في التفاصيل دي. لما جيت اتكلمت معاه وبنتكلم بقى على المستقبل وكده، الراجل بيقول لي لا انا هو عايز يقعد في مصر، قال لي
ان شاء الله لو لما لو لو ربنا اراد ان هو يعتزل هو مش هيعتزل غير في النادي الاهلي. واو حلو ده قوي. هيعتزل في النادي الاهلي وهيفضل ده لما يقرر يعتزل ان شاء الله يعني. وهيكمل حياته في مصر يعني هو خلاص بقيه العيله ان شاء الله يعني. يعني دي قصه حب عيله لمصر مش بس فرد يعني. قصه حب واو. عيله لمصر حلو ده قوي. يعني حتى لما اخت اليسيا جت مصر هم كذا اخ واخت. هم اتنين واتنين صح ولدين وبنتين تقريبا. هم ولدين وبنتين بالظبط. لما كلهم جم مصر كلهم حبوا مصر. شفتي مذاكره. كلهم حبوا مصر. وكلهم طبعا الجو والناس ويعني الحمد لله. بره كايرو رحتوا فين؟ يعني كلموني عن مصر بقى شويه. يعني ايه الاماكن اللي زرتيها بره القاهره وثابت معاكي يعني اثر او ذكرى ما تتنسيش؟ رحتي فين؟ قولي لهم رحتوا فين؟ اكسبيرينس بقى اكسبيرينسز مع 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 علي. رحت اسكندريه. اسكندريه احسن ناس. رحت فيوم لذيذ جدا جدا جدا. فرقاده المايه صافيه البحر يعني بارادايس. بصي احنا هنسافر بقى معاكم بالصور. لوكسور لوكسور. واو واو. التاريخ بس. انا عملت برضو اعلان شرم الشيخ مع وزاره السياحه كانت حلوه قوي. مين اللي علمك عربي يا اليسيا؟ ماي تيتشر. خدت كورسات كمان. فيري جود يس.